فنان ايه؟ قال لك فنان ودكتور. تخيل مقنعني نفسك ان كده انا لو فنان. كنت فنان، كنت شايف نفسك في الفن وفي التمثيل؟ مش شايف نفسي، ما بعرفش. الدكتور لا، تمسك مشرط ومقص وتخيط. انا ما بحبش المذاكره اصلا يعني من الاول خالص، ما الموضوع مش طب نافع فنان معايا برضه، طب الفنان ما فيش فيها مذاكره، برضو، مالكش في مش الفن؟ ها جايبه. وانا مش شايف نفسي غير هنا، هي هبقى لعيب كوره يعني، انا ما بعرفش اعمل غيرها، انا شايف نفسي في دي طب بس. بتحب تعمل ايه في هواياتك يا كريم؟ انت اكيد عندك هوايات. والله انا معظم يعني انا بروح البيت طول اليوم، يعني قاعد مع والدي ووالدتي او قاعد مع خطيبتي او صحابي، ولكن انا في البيت يعني معظم الوقت بحب مثلا اشغل بقى مسلسلات، اشغل بلاي ستيشن؟ افلام. لا ما بحبوش قوي ايه برضو ده، يعني، سبحان الله، اول لعيب كوره يقول لي كده. لا ما بحبوش قوي انا برضو. شفت في ما المعسكر كميه ماتشات بيقطعوا بعض. انا اخري يعني اخر حاجه عند البلاي ستيشن، يمكن انا وسعت البلاي ستيشن 2 يعني، يمكن سعد قبلي بشويه، يابانيه هو قبلي بكتير، وانا اخر سعد في حاجه وصلت اليابانيه، لها والبلاي ستيشن 2 سعد وقفنا على كده. 1989 كبير ها من دوري، انت بس لسه صغير. بس فده يعني انا ما بحبش يعني، ما من وانا صغير ما بحبش كمان الالعاب عامه، يعني انت فهو هوايتك مسلسلات وتقعد مع والدك ووالدتك بس كده؟ هو انا قاعد كده يا اما باكل بقى. تاكل، بتحب الاكل؟ ما بتحب فيش حد اكل بيحبش ايه؟ الاكل. لا بحب اي حاجه، بس انا طب انت بتحب الاكل الدسم ولا بتحب الاكل الخفيف ولا بتحب الفاست فودز؟ بتحب ايه اللي انت بص، هو بتحبه؟ انا حالات بقى يعني، انا تلاقيني على حسب وقت المود. تلاقيني لا عايز اكل اي حاجه يعني، ادوني فاست فود في اي حته، وبعد كده مثلا تلاقيني لا هيلسي شويه، وشويه اكل تلاقي اكل دسم بس. فانا بحالات يعني يعني. تحب الحاجات اللي هي الكوارع والعكاوي والحمام والحاجات دي، مالكش لا فيها؟ ما حليش في الكوارع والعكاوي، لكن الحمام احبه جدا، بط، طب لما ملوخيه. تتجوز مين هجيبه لك؟ ما دي مشكله بقى، هي دي مشكله. شفت، كلنا بنمر دي بنفس مشكله، المشكله، هنا بنمر المشكله بنفس دي، المشكله عشان النقطه تعرف. دي صعبه. روح يا لامي ربنا بقى يخلي تعمل لي لك اكل. يعني والدتك ويخلي لك حماتك كده، يا رب ربنا يخليهم، هم يظبطوك. هم بقى ربنا يكرمهم ويقويهم عليا وعليها. طب عايز اسالك، مين المسلسل او ايه الممثل اللي انت بتحبه من خلال متابعتك للمسلسلات؟ انا بحب احمد حلمي جدا. احمد حلمي. احمد حلمي جدا يعني. طيب هل في حد تاني بتحبه من الممثلين او بتحب تتابعه، مش بتحبه يعني، يعني بتحب تمثيله وبتحب طريقة زي ما انت بتشوف لعيب كرة مميزة، هو مميز في مجاله، مجال الفن؟ والله انا مش يعني، انا شخصيتي مش اللي هو بركز قوي في التفاصيل بس وده، في بس واحد، انا يعني انا احمد حلمي اي حاجه اتفرج عليه، لكن في ناس كتير طبعا، بس ما بحس ان بتفرج احمد حلمي بس. هو انا بقى طيب بتفرج عليه عادي طيب بقى. كابتن سلام حفيظ بيحب افلام زمان جدا ودايما بيقول افيهات على الهوا هنا عندنا وفي التلفزيون وفي لقاءاته، فدايما هو مشهور بالافيهات بتاعت افلام زمان. انت ليك في الافلام بتاعت زمان لا خالص خالص؟ خالص، لازم، مش يعني مش زمان قوي يعني، من زمان اللي هو من لا ما بركزش انا معاك، التسعينات انا بتفرج اضحك في ساعتها الفينات. وانسى الموضوع. ايه اكتر فيلم بتحبه تتفرج عليه؟ انا اكتر فيلم ممكن بحب، مش فاكر والله. عمر في دلوقتي افلام كتير، انا عارف، انت عارف انا افلام انا كتير، عارف بس تحب، انا تحب اكيد تحب تروح سينما، تحب. لا السينما. وبعدين من ساعة ما خطبت يعني، خطبت ربنا يهديها شوية، اي فيلم انيميشن تدخلهولي على طول، انيميشن، اي انيميشن فانت على طول. بتروح مجبر مجبر بقى، ساعات بتبقى كويسة وساعات ما يعني. بتبقاش كويسة، بس اهو طب هعمل فاكر ايه. اخر فيلم دخلته كان ايه؟ اخر فيلم كان انيميشن ولا كان عربي ولا كان انجلش؟ والله ما فاكر يا عمر، بس تقريبا كان واضح ان انت عربي. بتخش افلام كتير يا كريم. لا بدخل كتير فعلا، هي بتبقى قاعدة مستنية الفيلم اللي ينزل، هي تحجز وتقول لك يلا بينا، فانت هو تقول والله لها حد غصب جاي لك. عني يعني، يعني خلص تمرين وجاي ياخدك وهنمشي. طيب تعالى ارجع معاك عشان الوقت بيجري بسرعه، احنا قلنا قبل الفصل